الفرعنة في الحلقة الثانية. إن الموت يضرب بجناح. ما خلاص يا عم الأمور، هو إحنا اللي هنقوله هنعيده؟ ما خلاص عرفنا إن الموت يضرب بجناحيه السمين، ادخل في الموضوع. رخم. تاني أشهر حالة وفاة ارتبطت بزيارة مقبرة توت عنخ آمون، وأثرت في المجتمع المصري بشكل كبير اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ودينيا، وزي ما انت عايز تقول قول، وكل ده أصلا ملوش علاقة بلعنة الفراعنة على قد ما كانت مرتبطة بلعنة تانية هنعرفها بعد دقايق. بس طبعا المقدمة التاريخية والاستهلال الذي لابد منه. أبطال قصتنا اتنين، مصري وفرنسية. نبتدي بابن بلدنا علي بيك فهمي كامل. أبوه فهمي كامل كان راجل عصامي، يعني بنى نفسه بنفسه، وابتدى يحط القرش على القرش من الصفر لحد ما قدر يكون ثروة ضخمة ويكون له عزبة في مركز مغاغة المنيا، والعزبة دي كانت مساحتها حوالي 5000 فدان. يا قوي الله، 5000 فدان، ودول يتبنى عليهم كم كوبري يا حضرة صاحب المحتوى؟ ولا اسحب منه الموبايل واكتب سوء استماع وسخرية، اطلع برا يلا اطلع برا. وللأسف لأن فهمي كامل ابتدى من الصفر، فده خلاه يعرف ان القيمة الوحيدة في الفلوس، وده خلاه ينشفها جامد قوي على ابنه الوحيد وبناته الأربعة. بس لجل النصيب، وزي المثل ما بيقول مالك كنزي للنزهي، مات الأب وعلي كان يدوب 16 سنة. وبعد انتهاء فترة الوصاية عليه لما بلغ 18 سنة انطلق علي وابتدى حياة كلها عربدة ومجون. للأسف علي ما تعبش في ولا مليم ورثه من أبوه، وفي نفس الوقت بخل أبوه خلاه مش حاسس بقيمة القرش، وإن أي حاجة عايزها أشتريها بالفلوس، لدرجة إنه في أول 4 سنين من بعد رفع الوصاية صرف حوالي 1,000,000 جنيه. أيوة 1,000,000 جنيه سنة 1923. عشان تقدر حجم المبلغ يكفينا أقولك إن جرام الذهب عيار 21 في الفترة دي كان ب25 قرش، يعني الجنيه كان بيجيب 4 جرام ذهب. شوفوا انتوا بقى 1,000,000 جنيه وقتها يعمل قد ايه دلوقتي. ولان علي بيه فهمي كان ماشي بنظرية انت مين يا ولد، انا بابن بيه، انا ولا شايف حد قدامي في البلد دي، انت من اسيوطي هلا ولا ايه، قرر انه يتقدم لخطبة ربة الصون والعفاف بنت الاميرالاي البحري اسماعيل باشا سرهنك في اسكندرية. وطبعا حبايبنا في اسكندرية عارفين الشارع اللي باسمه في منطقة لوران. المهم علي بيه راح يتقدم على راس موكب من 20 خادم، وكان معاه صندوق فضة فيه خيرات ربنا من المجوهرات، وتمت الخطوبة على خير. بس عشان ديل البوبي عمره ما هيتعدل، الناس شافته بعد أيام من الخطوبة مع واحدة ممثلة من فرقة نجيب الريحاني في عربيته، فالأسرة قالت له امشي يلا من هنا، امشي يلا، ما عندناش بنات للجواز، امشي يلا، غور يلا. ده بطلنا المصري اللي كان ملقب بالبرنس علي نظرا لغناه وصرفه لهبل على الملذات. دلوقتي هنتكلم عن بطلتنا الفرنسوية اللي كان اسمها مارجريت ألبرت. كانت أكبر من علي بحوالي 10 سنين. أبوها كان راجل سواق معدم على باب الله، وأمها ماتت وهي صغيرة من الفقر والمرض. أول ما وصلت سن 16 سنة انطلقت تشق طريقها في الحياة، وطبعا كان أسرع طريق إنها تشتغل في ماخور. يعني إيه ماخور ده يا أخويا؟ يا ابني يا ابني في أطفال ممكن تكون بتسمع البودكاست ومش عايز أفسر، ماخور كده حاجة عاملة زي إعارة، إعارة يا حاجة إعارة. وطبعا لأن أي شغلانة لو كنت شاطر فيها هتترقى ومستواك ودايرة معارفك هتكبر، فمارجريت برضو ما كانتش استثناء، وكانت شاطرة جدا في شغلانتها، وبقت تتعرف على ناس أغنياء قوي وأمراء من عائلات ملكة. وبسبب إصابتها بمرض خطير الدكاترة نصحوها تسافر مكان دافي وجاف، وطبعا قررت تيجي مصر. الله الله الله، هو كل ما واحد يتقندل في بلد يجي رزينة الأول لورد كارنارفون وبعد كده الست المحترمة دي، في إيه؟ المهم الأستاذة مارجريت كانت بتروح وتيجي على مصر، وطبعا بتتعرف على اللي تقدر تتعرف عليه، ما هو برضو الست عايزة حد يصرف عليها وهي ضيفة عندنا. في شتاء 1922 جالها دعوة من ميسيو موصيري، موصيري بالميم، موصيري ده كان واحد يهودي عنده بنك في مصر اسمه بنك موصيري. البنك ده تأمم سنة 62 وبقى اسمه بنك النيل. ما علينا، دي بقى كانت الرحلة اللي تعرفت فيها على البرنس علي،
والبرنس حرفيا ريل عليها لدرجة انه اداها اسورة الماس بعشر تلاف جنيه. ولان هي برضو ست مش سهلة وعرفت تلعب في دماغه، علي قرر يعرض عليها الجواز. يا ابن ال... يا ابن ال... يا ابن ال... ما انت عارف اصلها وفصلها، انت اهبل يلا. ولان اللي فات روبة واللي جاي طين، اتجوزوا يوم 26 ديسمبر سنة 1922 جواز مدني. واشهرت مارجريت اسلامها يوم 11 يناير 1923 وغيرت اسمها لمنيرة على اسم ام علي، لان العيلة شرطت انها تبقى مسلمة. وطبعا لان علي مهما كان عربيد فهو برضو راجل صعيدي. ولان مارجريت اقول ايه، بس عندنا ولاية، عندنا ولاية، ما علينا يا سيدي، انت واخدها رقاصة، ايه اللي اقنعك ان بعد الجواز هتبقى خضرة الشريفة؟ وانت يا بنتي ادام واخده شمام عمره ما بعد الجواز هيبقى بطيخ، هيفضل برضه شمام. المهم شهر العسل كان مرار طافح، وسافروا باليخت بتاع المحروس في النيل، وراحوا الاقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح. ودي كانت الرحله اللي زاروا فيها مقبره الاستاذ المحترم توت عنخ امون في اوائل فبراير سنه 1923. وخلص شهر العسل الاسود ورجعوا على القاهره على قصر البرنس في الزمالك، وده يمكن أشهر قصر فيك يا زمالك، وكل سكان القاهرة بيعدوا عليه كل يوم. في آخر الحلقة هنتكلم شوية عن القصر ده. وفي مايو 1923 سافر البرنس ومراته على فرنسا، والمشاكل زادت أكتر وأكتر لدرجة وصلت إنه كان بيضربها بالشلوت قدام أصحابه من تصرفاتها ومن جنانه برضه. وده خلاها تمضي على ورقة تقول فيها إن لو حصل لها أي مكروه فإنها بتتهم جوزها بإنه السبب، وسابت الورقة دي مع المحامي. وسافروا الاثنين للندن في شهر يوليو 1923، وقعدوا في فندق سافوي، وكل يوم خناق وشتيمة وقلة قيمة في الفندق لحد ليلة 10 يوليو. مارجريت فاض بيها وثلاث رصاصات طلعوا من مسدسه رشقوا في ظهره ومات في ساعتها. هل كده انتهت القصة؟ لسه شوية. مع ان علي فهمي كان معروف انه شاب متلاف وملوش في الوطنية، لكن لما وصل جثمانه مدينة القاهرة كان في جنازة شعبية غير طبيعية اتحركت من محطة رمسيس اللي كان اسمها وقتها باب الحديد لحد مقابر العيلة في الإمام، وأصبحت حادثة قتله قضية رأي عام في مصر، لأنه اتقتل على إيد واحدة فرنسوية في لندن. المصريين لسه عايشين حالة التحدي والزخم وروح الثورة ضد المستعمر الأجنبي اللي حصلت في 1919، وطبعا نفي سعد باشا زغلول، والحادثة دي جت على الجرح. وابتدت المحاكمة في لندن في سبتمبر من نفس السنة، والكل في حالة ترقب. بس برضو رغم انها في الحبس مارجريت مش سهلة. ساعتها وكلت اشهر محامي في كيا لندن، كان اسمه مارشال هول، كان واحد كده على مستوى وحيد الديك عندنا في مصر. يا ابني هو في محامي في مصر اسمه وحيد الديك؟ يا ابني مشيها وحيد الديك، مش عايزين الورثة يشمعوا البودكاست. ساعتها مارجريت دفعت له 10,000 جنيه اتعاب، بس المحامي لقى ان القضية لبساها، ده انت ضربة ثلاث رصاصات في ظهره يا بنت الورمة، احلها ازاي دي؟ مارشال هول قال ما بدهاش، انا هخليها قضية رأي عام. الراجل تخيل نفسه محمود المليجي في مشهد محاكمة لويس دلوزينيان في فيلم الناصر صلاح الدين. وهكذا سقطت لويس. ايها القضاة، ايها المحلفين، عم احمد الحاجب، ما من أحد هنا لا يعرف أن علي فهمي همجي متوحش، ولكن مارجريت وحدها عرضتنا، ثم العرب ليسوا برابرة. معلش لو مش هدايق اليوسف بي وهبي اللي جواك، ممكن نخلص عشان في ناس وراها مصالح، انجز لو سمحت. المهم مارشال هول لعب على وتر تفوق الغرب الأخلاقي على همجية العرب، وإن الستات عندهم مجرد جزء من عفش البيت، وإن ده صراع بين الغرب المتحضر والشرق المتخلف. طب يا ترى المحكمة استمرت قد إيه؟ شهر؟ شهرين؟ ثلاثة؟ دي برضو قضية قتل. المحكمة حضراتكو قعدت 5 أيام بالظبط، وكان الحكم، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة مارجريت ألبر بالبراءة. إيه؟ يا ولادل يا ولادل، براءة؟ لعبتها صح يا متر. وخرجت مارجريت ألبر من المحكمة و 8,000 بريطاني واقفين برا المحكمة في مظاهرة حب لبنت حضارتهم، فخر أوروبا والدول المتقدمة ضد الشرقيين الهمج البرابرة.
ولان الكدب ملوش رجلين بس الفجر له جناحين، اخدت مارجريت حكم البراءة وطارت بيه على مصر، ورفعت قضية في المحكمة الشرعية بتطالب فيه الست هانم بمؤخر الصداء وربع تركة القتيل حقها في الميراث. شفت بجاحة اكتر من كده؟ مين اللي كان ما عندوش مانع؟ سيادة الملك فؤاد، عشان بس ينول رضا المندوب السامي البريطاني، وجلالته ادى امر للشيخ طه حبيب القاضي الشرعي بانه يحكم لها بربع التركة، ولكن لان هناك رجال في الحق لا يخافون لومة لائم ولا بطش حاكم، رفض القاضي الشجاع طلب الملك، ورفض طلب الزوجة القاتلة، فكان انعزله الملك من القضاء. في النهاية قال المراس لاخوات علي الاربعة، واحدة منهم اشترت نصيب اخواتها الثلاثة في قصر الزمالك واللي اصبح باسمها قصر عيشة فهمي. وانتوا سايقين العربية على كوبري 15 مايو في اخر الكوبري عند الزمالك، فندق الماريوت على اليمين وقصر عيشة فهمي على الشمال، واللي اصبح اسمه دلوقتي مجمع الفنون التابع لوزارة الثقافة. اشهر من سكن القصر ده هو الفنان يوسف بيك وهبي، واللي كان تاني زوج لعيشة فهمي، وكان متأثر جدا بقصة اخوها اللي اتقتل على ايد مراته، وده خلاه يكتب قصة فيلم اولاد الزوات، واللي أصبح أول فيلم مصري ناطق سنة 1932، يعني بعد الحادثة بتسع سنين. بس يا ترى في النهاية هل القصة دي فعلا مرتبطة بلعنة الفراعنة ولا لعنة الاختيار السيء لشريك العمر؟ أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بحدوتتنا النهاردة، بس لسه عندنا حواديت مصرية كتير، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة، واستنونا الأسبوع الجاي. كان معكم مروان عبد المجيد وحواديت مصرية.